الواحد الى حرق العلوي اللي حزقوه الخونه ديالهم ديال الاستعمار. باسترو برادر انا غادي لكشك، انا جاي لكشك خويا ريتشارد. البلاد عندها ثروات فلاحيه ومعدنيه وزيد وزيد وما يزيد، وعندها الذهب اللي سرق لينا الحلاوي والعصابه ديالو سرقات ما يساوي 30 سنه راس ديال راس المال الدوله اللي سرق هذه القحبه هو والعائله ديالو الخائنه والخونه. لهذا انا كنقول للشعب نوض، ان عندي نربك يا شعب الحقير، ان عندي دمكم يا المغاربه، الا ما تنوضوش اولاد القحبات ديال الخونه ديال القحبات ديال السنغال، الا انتم ما عندكمش حقكم في هذه البلاد، لان هو قالوا لكم ما عندك، انتم غير ولاد العبيد حقنا وباغي نقصوا معاكم. احنا ما بغينا ما نرضاوش نشوفكم في الشوع، ما نرضاوش نشوفوا ولادكم ما كيقراوش، ما كنرضاوش نشوفوا ولادكم كينعسوا في الشوارع وكيشموا السيليسيون بالالوفات، ولادهم كيتحواوا قدامهم للبوليس ديال الخائن المخزن الزوامل الاوروبيان، ولكن البوليس الخائن الزامل الزوامل القحاب امير الزوامل ديال المؤمنين القحاب اللي البوليس ديالو كيمشيو يهزو السباده من الايروبور ويمشيو يقلبوا لهم على البنات ويديهم للوطيل يحويهم. وعندنا معلومات على هادو البوليس ديال الحموجي اللي عنده سبيشال فورس ديال تقواديت اللي كيستقبلوا الشخصيات ديال السواعده وديال القطرين والخامجيين وهذوك مالين الزيروات والبنغوانات والهيبوش العرب ولا الحمير بترو دولار تسبي، كيستقبلهم واحد قسم ديال التقواديت ديال الحموشي وكيديهم لوطيل الحياه وللريجنسي وليزوطيل، وكيجيبوا لهم القحاب اللي كيطلب لهم هذاك الامام ديال مكه ويكون حتى هو سميت الدين السماحي ولا معطي الدين امه، كيقول لهم الدريات ديال 14 15 هو اللي كيحوي، يجيبوا لي اربعه الدريات كيجيبوا لي للحموشي، وكيبقى واقفين قدام الباب حتى كيحوي وبغى ينعس عاد كيهزوا الدريات يمشيو يفرقوهم على الاحياء الشعبيه. هذه حقيقه، هذه حقيقه ايمانكم، هذه حقيقه مخزنكم، هذه حقيقه بلادكم ديال القحاب المغرب الزوامل يا القحاب العالمي. لما امكم دابا تمشيو تخرجوا دابا وتمشيو لهذاك المرجان ولا هذوك الفاكن المغرب ولا هذوك الفاربونيطات اللي كتلاقاو وما حرقتوهمش يحرق لدين امكم القلب. يا ولاد العريوات، يا ولاد الزوامل، يا ولاد الشيخات، يا ولاد القحبات، يا ستاتي الزامل، يا العبيد ديال ملك العبوديه، يا المرتزقه، يا الطلابه، يا السعاده، يا الانسانيه، يا عظم الرجوله والرجوله بعيده على دين امكم. حيت باش تكون انتم خريتوا العقل ديالكم مع التبن اللي كتاكلوا التبن ديال امكم، باش تخلوا لي زوروبيان ياكلوا الحوت وياكلوا اللونغوس وياكلوا الميور باسكو في زافيكم باش. وانتم طبون امكم ما تقدروش تاكلوا حتى السردين يا المينو يا القواويد، باش يجي القحاب هنا ديال القصر والقحاب ديال البرجوازيه يحاولوا يتكلموا معايا نتبول على دين ربك والهك اللي هو فرنسا والهك اللي هو زامل محمد الزوامل اللي هو مات ديجا. كل شيء لاحوه مسيو لو بريزيدون راه لاحتو حتى فرنسا، دابا فرنسا هما اللي داروا ليه السريف. هو مات راه مات يا هما مات، راه فرنسا اللي قتلوه هما اللي جابوه بشويه نهار اللي حيدوا ليه العين دقوا ليه ليبرا، هي هذيك داروا ليه النهايه تاعو جابوه دابا راه في الفريكو وخدام دابا خلي كيضحكوا على كيضحك علينا فؤاد علي البهيمه الحمار الكلب هو هو داك المجيدي الطاروس دابا هما الملوك دابا محمد ياسين المنصوري الحمار زيد عليهم مراد الغول الكلب يس لك الكلمه دابا غادي تخارو بيناتهم وعقل في ديتها ما تنساوناش واحد الاخ مسيو لو بريزيدون يس مسيو لو بريزيدون اذا تسمح لنا خويا هشام ان نصرفوا اخونا الجزائري يس اللي اخونا الامازيغي الجزائري الجزائري الانسان شريف الاخ مسيو لو بريزيدون هذا غادي نعطيوه منصب سفير تاع الامازيغ في الجزائر في الجمهوريه المغربيه، ولا هو يكون جزائري ولا هذا غادي ياخذ منصب في الجمهوريه المغربيه وغصب وانا يكون عندي الشرف خويا ياس مرحبا بك. حنا خوت راه ماذا بينا تمثلنا انت، عندنا ثقه فيك اكثر من الطواغيت العلويين ولاد القحبات الزوام الكلاب ياس. هذا شرف كبير لي، هذا شرف كبير لي يا خويا. تعرف على ريتشارد انا القمه تاع النضال ريتشارد الايقونه ايقونه الامازيغ بدون منافسه بدون منافس ياس لك الكلمه الاخ كسير. انا
فوالا جو في بروند لا بارول. نعطي هشام راح ناخذ له شويه من وقته. اولا نحيي الاخوه تحيه خالصه باسمي وباسم الاب تاعي الله يسلمك. انا باسمي الخاص كسيلة واسم الاب تاعي مجيد اللي توفى في 2002 مجاهد ابان الثوره الجزائريه، وباسم امي الشريفه اللي تجاهدت في وقت الاستعمار، وباسم عمي الشهيد اللي توفى ابان الثوره اللي هو اخو ابي بن شيخ يوسف. احييكم واحيي كل الجمهوريين المغاربه الشرفاء الاعزاء على قلوبنا من ريشار عزوز وهشام وشلومو ومستر بيتر واللي ناس اللي نعرفهم اللي ما نعرفهمش، والشريفات المغربيات الشريفات ما القحاب هذوك ما عندنا ما نديروا بهم. بغيت نوجه رسالة تحية هذه أولا، ورسالة تحية وتهنئة لصحراء الغربية، قيادة صحراء الغربية على الإنجازات العظيمة ضد المملكة المغربية، مملكة الخراب واللواط والزنا والتفقير. أما أنت يا شعب المغربي المفروض أنك تلتف حول المعارضة الشريفة اللي هي مستر عزوز والإخوة هشام ومستر بيتر، خليك من التقوى ديت وعبودية الأحواء، وخلوكم تخرجوا من عبودية الشهوات تاعكم وتلتفوا حول المعارضة الشريفة، هي معارضة الجمهورية الأمازيغية الموجودة هنا في بلاد الجنة في ألمانيا وفي أمريكا. أما أنتم راكم في جهنم وبئس المصير، يا إما تنفضوا الغبار على ظهركم وتنتفضوا ضد هذا النظام، نظام تاع التقوى ديت والنظام تاع النفاق والجهل. والإسلام تاعكم راه جاي لكم سيدكم رمضان بالجوع وانعدام البركة، والأئمة اللوطيين تاعكم لكم شهر جهنم هذا، ما عندكم لا ماء، ما عندكم لا أكل، إن لا وغرف الأوهام. الجنة ما الجنة، الجنة ما الجنة، وفي الأخير أنتم راح تعيشوا في جهنم في الدنيا وجهنم في الأخير، راكم خاسرين 100%. وأنا أريد أن أتكلم عن هذه المخزنية التقوى ديت. بغيت نقول لكم أنتم نهار كامل أنتم الصحراء الغربية الجزائر، وكونوا رجال، كونوا رجال وروحوا حاربوا النظام الجزائري ودخلوا في الصحراء في الحرب أنتم، وراح يحوي دينكم مولاد القحاب motherfuckers. نهار كامل أنتم تظلموا في خاوتنا وأمهاتنا الأمازيغ في المغرب، والله نالدين ربكم غير ما نقولكم الأعمال تاعكم غير محطوطة في الكتاب المكنون، غير ما ننسوا لكم اللي درتوه في الأمازيغ، والله سوف تدفعون الثمن قريب أو مدى البعيد، والله أني كلكم أمكم. إحنا لن ننسى وكلش هذا الشيء ميموريزي دون نوتخ تات زالي البي تخي شاق بي دو لا بوبال بي دو لا بروستيتيسيون، والله زالي البي تخي تخي شاق مام. تتظلموا في بناتنا وتتظلموا في أمهاتنا في المغرب وتتظلموا في الأمازيغ السكان الأصليين للمنطقة، أو جايبين السواعدة يحوي لكم في بناتكم مولاد القحاب، والله ما نسوي لكم هذه الأعمال الشيطانية والله. شوف، وثانيا راح نزيد نوجه نداء للإخوة الجمهوريين، نديروا في بالكم نحن سنساندكم وسنبقى أوفياء لعهدكم إلى أن نموت، إلى أن نمشي من هذه الدنيا ما بقاش عندنا قوة ديك حاجة أخرى، ما دمنا أحياء والله سنساندكم بكل ما نملك من مال من فكر من وقت من مشاركة في الراديو بأي شيء طلبتوا منا pour adhérer à n'importe quelle organisation association. احنا سنلتزم بالدفعات المالية، احنا سنفديكم بمالنا بفكرنا بالتجربة اللي عندنا في المعارضة في الجزائر، في كل حاجة نقدروا نقدموها لكم والله نعطوها لكم، والله لن ندخل عليكم بشيء، لكن احنا خصنا احنا ما يلعبوش بينا المخابرات المغربية أحد، سنساندكم ونحن أوفياء لوعدنا، والله لن نتخلى عنكم، والله لن نتخلى عنكم، والله لن نتخلى عنكم. وخذ الكلمة، خذوا الكلمة الإخوان الأعزاء. God bless you، يعني الخالق يكون منك ويكون منكم، هذا اللي هو حق وعدل وإنسانية في اتجاه وفي عكس ما يجري في بلادنا اللي هي تحت الاحتلال ولا زالت تحت الاحتلال. بلادنا اللي هي خانت الجزائريين، حكومتها اللي خانت خوتنا الجزائريين وقسمونا عملوا فيها حدود سميتهم جوج البغال تم العنوان. شكرا لك. ندوز الاخ هشام لانه هو خدينا من وقته.
دوري ما لديك. شكرا الاستاذ هشام، انت معنا اخونا مناضل البطل هشام، انت معنا. وين الاخ ريتشارد؟ تحية للأخ الخوة الجزائريين، وحنا ما عندناش شك بأن حنا خوة وغادي نحيدوا العداء هذا المخزن وهذا الزوامن ديال العلويين اللي كيديروا لنا التفريقة. وكما كتشوفوا دابا الشعب واحد 75% ديالو بدا كيعيق، وهذا الشيء بأجلكم كاملين الخوت المناضلين والمناضلات الأحرار ديالكم، الصوت ديالكم يعني وصل، يعني ماشي كنضيعوا الوقت ولا كنخويوا الماء في الرملة كما كيديروا المخزن القحاب والاكاذيب وتفرشوا وتشوهوا. اليوم تنحيي واحد الناس ديال تطوان اللي ولاو عندهم شجاعه.